بسم الله الرحمن الرحيم. لا، احنا عندنا وظيفة وعندنا مهمة لبني شعبنا، وين نلقاو رواحنا نجموا نوصلوا الشيء الطيب الصافي اللي هو يجابيه ديننا بأي طريقة. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال متوصلش في جمعية، لكن انتقلت الى حزب يعني تحب السلطة. لا لقينا ثم كلام وثم مجالات ما تنجم تدخلها كان حزب سياسي يا سيدي. والتنظم راه هذا يعني حاجه حضاريه، انه انسان يمشي باش يدخل في برنامج. قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع؟ مش فاهم منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا التشريع؟ نعم. المشاركه في التشريع، تعرف اللي عدد من المبادئ اللي يقوم عليها حزبك واللي ذكرنا بها متعارضه مع القانون ومع الدستور القديم ومشروع الدستور الجديد. نجاوبك مع بابي نتفاعل. تو قلت على السيد وزير الداخليه وكذا كذا، انا وكتبت معناها عنا ليا زعيم الفلت والتشويش يتعلل، ما يقول كان من الامر ما نمشيش. ماله ما بيجمعش؟ ايه ده السلوك اللي عنده؟ دخلت كلها على بعضها، مخه بقى فافا وجزمته بقت في دماغه. خاطر مربوطين بها احنا وتقرينا في اولادنا. هاو احنا ثم اذاعات يصدر من بعض منتسبيها، يعني كلام في العاده، واحنا اولاد الشعب التونسي ما يصدرش على ولد والديه. هذا اولادنا وباتنا يقولون الكلام هذا بربي يوصلوا لنا. هذا المدعو هيثم. انا عايز جمله مفيده. هاو باش نجاوبك، سامحنا هاو باش نجاوبك. ما يتفقش مع القانون خارج عن القانون. هاو باش نجاوبك وبالتفصيل ومن الواضح، سامحنا. انا القانون الوضعي الموجود اعترف به، واضح، ولكني اسعى الى تغييره. اتكل على الله واشتغل رقاصه يلا.